الفيلم ناجح من قبل ما انا امثل فيه، والفيلم واخد جوائز كتير من هو سكريبت. ده كان شيء مخوفني، بس انا انبسطت ان الناس امبارح اتفرجت على الفيلم، وانبسطت جدا 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 من دعم اليونيسف والاتحاد الاوروبي ومن تواجد منى زكي. ده بالنسبه لي كان جائزه كبيره. انا وافقت على طول، لان انا مصدقه انه السينما هي قوه ناعمه اللي تقدر تغير قوانين او تقدر تغير سلوك ناس، زي فيلم جعلوني مجرما او فيلم كلمه شرف. لغى فيلم جعلوني مجرما لغى السابقه الاولى، وكلمه شرف ممكن اي حد يحصل له حاله وفاه وهو في السجن يخرج ياخد عزاء اهله. فانا بشوف ان السينما هي القوه اللي تقدر تغير سلوك الناس وسلوك البني ادمين، احسن بالنسبه لي بكتير من دروس او خطب او شعارات. وده اتحقق بدعم اليونيسف والاتحاد الاوروبي للسينما. طبعا اكيد بتعرض للتنمر على طول، مش ممثله. عجبني قوي 1982، وعجبني فيلم When We Were Born بتاع أمير عيد، وعجبني في الافلام القصيره، عجبني فيلم امي. لا، عجبني افلام كتير. اختيارات الافلام استاذ انتشال وكل القائمين على المهرجان، اختيارات الافلام انا حقيقي من وانا في مصر نفسي اشوفها. يعني عارفه ان الفيلم ده خد جايزه، والفيلم ده الناس بتتكلم عليه، والفيلم ده حلو قوي قوي. فمن وانا في مصر ومن وانا في القاهره اسفه نفسي اتفرج على الافلام دي كلها. مش مهم، كفايه دعم الاتحاد الاوروبي لينا، وكفايه دعم اليونيسف لينا، وتواجد منى زكي في العرض وحبها للفيلم. ده بالنسبه لي جايزه. اللي بعد كده صدقني بيبقى اذواق لجنه التحكيم.